البقية الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم، طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم الخير. في هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن طريقة علاج المس الشيطاني بالقرآن والأعشاب بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلنا أحبابي الكرام يعرف خطورة المس الشيطاني يعني الإنسان سواء الذكر أو الأنثى، وسنعرج في هذا البرنامج بإذن الله عز وجل آيات لعلاج المس سواء الشيطاني أو الجن بما يسمى بالعاشق، وطريقة التخلص من المس بكل أشكاله وكيفية العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الأمر الصحيح حين تجد انتشار لمرض معين أن ننبه الآخرين ونوفر لهم العلاج الشافي، بحكم أننا في هذا الميدان نبحث في الرقية الشرعية وفي العلاجات بتوفيق الله تعالى، وكل إنسان يجب أن يرقي نفسه بنفسه وأن يحافظ على الأذكار، والله ولي التوفيق. وهذا ما نجده أحبابي الكرام في المجتمع، فحين ظهر فيروس قاتل يجتمع كل من لهم باع في محاربة الفيروسات على قضاء على هذا الفيروس المتمرد، ولكن للأسف ينتشر دون أن ننتبه لهذا، وقد تكون الأعراض خفيفة ونسميها بتقوية المناعة. لهذا أحبابي الكرام في هذا البرنامج نعرفكم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أعراض المس الشيطاني، وقد بدأنا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة من الفيديوهات، فإن أعجبتكم فانشروا واعملوا لايك حتى نزيد بإذن الله من نوعية هذه الفيديوهات، والله ولي التوفيق. لا إله إلا الله. ولا بد من الفصل بين أعراض المس والسحر، فأكثر الأخطاء أحبابي الكرام المرتكبة من قبل الإخوة المعالجين هو التسرع في تطبيق العلاج دون تشخيص المرض بدقة من البداية. فالتشخيص الصحيح للمرض يعني إعطاء الدواء الصحيح، وخاصة في الأمراض الروحانية ونتيجة التشابه الكبير في أعراض المس والسحر. فمن الواجب أن تظهر وبشكل جلي فطنة المعالج أو الراقي الشرعي في التشخيص المبني على الحكمة والذكاء والفراسة. نحن هنا لا نبث الرعب في نفوس الآخرين، ولكن من الواجب الاحتياط ومحاربة هذا النوع من المس بكل أشكاله، ومن باب النصيحة أن نبلغكم أن المس الشيطاني هو كما يسمى بين قوسين بخطير. ولاحظنا أحبابي الكرام الانتشار لهذا النوع من أعمال السحر في هذه الأونة الأخيرة وانتكاسه على المجتمع، ولعل تشخيصه أحبابي الكرام قد يكون واضح مثل سواد العين، وهذا في حال كان هجومه مباشر وشرس. وقد تكون أعراض المس الشيطاني في الرأس، وهنا أيضا الأعراض نسميها واضحة وضوح الشمس، ولكن قد يكون الهجوم للمس الشيطاني خفي، وهنا تكمن الصعوبة في تحديد نوعية الإصابة، ونقصد المس المسبب للأمراض التي عندها علاقة بالطب، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله أن يشفي الجميع. أحيانا أحبابي الكرام يدعو البعض المس العاشق أو كما نسميه بالمس الزاني، ولكن أنا أسميه بالمس الشيطاني أو المس العاشق أو المس الزاني. وهذا المس يعني هو تقع معه في حرب وتتقاتل معه، بل تدمره، وهو يعني يريد الانتقام من المريض، وهو لا يعرف جنس معين أو عمر معين، فقد يصيب الشباب وحتى النساء، ويصيب الفتيات وحتى الرجال، وقد يصيب الكبار في العمر والشباب والذكور والإناث. ولكن من حيث النسبة والتناسب فإننا نجد أنه يعشق الجسد الأنثوي على الذكر، فيصيب النساء أكثر من الرجال، وهذه حقيقة لا بد منها في حديث عن المس العاشق. الحقيقة أحبابي الكرام أن المس العاشق أو المس الشيطاني هو خبيث بطريقة هجومه وتوضعه وتموضعه في الجسد،
وهو يعمل بطريقة مدمرة شديدة الخبط على العقل والقلب والجسد، وله استراتيجية خبيثة وخطيرة في التعامل مع جسد الإنسان وتسلط المس الشيطاني على النساء خصوصا بالليل وفي النوم، يكون أكثر بسبب الطبيعة الناعمة لجسد المرأة، وكذلك لكون المرأة تسهو كثيرا وتسمح لهذا الجن الشيطاني بأن تفتح له الباب ليستوطن دون أن تدري. يعني حتى نفسر تسهو، يعني تسهو ربما تنام عن الأذكار، ربما تنام وهي غير لابسة للثياب، ربما تنام وهي يعني عملت مكياج، ربما ترقص أمام المرآة. كثير من المسائل التي تجعل المس الشيطاني يستوطن في الجسد بدون أن تدري هذه الأخت، نسأل الله الشفاء للجميع. الجن العاشق الشيطاني أحبابي الكرام الخبيث يفضل بعادته الفتيات أكثر من النساء الكبيرات، وهذا من خلال الإصابات التي تأتي إلى المركز، فأغلبها لفتيات بعمر أتكلم هنا عن الأغلب، يعني 80% ما بين 16 والأربعين والخمسين، يعني بدون الزواج. وهو أكبر وأخطر هذا المس الذي يشوه الجمال في وجه الرجال. وبينت أكثر الكشوفات في الرقية الشرعية على الحالات المصابة بالمس الشيطاني أحبابي الكرام أنه يعمل بشكل مزدوج مع الحسد، وأول خطورة يلجأ لها الشيطان المس هو ضرب العقل مباشرة ليعمل على تخدير عقل المصاب، فترى الفتاة تعمل أشياء بدون أن تدري، مثل وهنا تكون النسبة قليلة، مثل أن تذهب البنت لشرب الخمر والسيجارة والفساد والزنا من الأمور التي لا يستوعبها العقل، وترى هي فتاة يعني من عائلة طيبة وعائلة كريمة، ولكن الجن نعله الله يعني تسبب لها في هذه المسائل. والتدمير يظهر أحبابي الكرام على تصرفات المصاب بالمس الشيطاني، فلنلاحظ الوسوسة تسيطر عليه ومترافقة مع الكسل والإهمال لنفسه ولما حوله من الناس، ولذلك نرى أن أغلب الحالات إصابة النساء بالمس الشيطاني تنتهي بالطلاق، لأن المس أحبابي الكرام يعمل على التفريق بين الزوجين في أول هجوم خبيث له، وكذلك يلعب على وتر الشك لدى المصاب فيصبح شكاكا بكل من حوله. إذن المس الشيطاني هو نوع من الجن الكافر أو النصراني أو المجوسي، وربما يتكلم يقول لك أنا مسلم لأنه يسكن في جسد مسلم وهو يكذب، والشيطان لا يجب أن نصدقه، فهو مختص بالهجوم على النساء أكثر من الرجال، ويعمل على تلبس الجسد الذي يسكنه فيشكل الحركة الجسدية والنفسية لدى المصاب وعقله، وتصبح الأوامر منبثقة من الجن المتلبس بالجسد على شكل المس. إن طبيعة الأعراض للمس الشيطاني أحبابي الكرام تختلف حسب شدة الإصابة وزمن وقوع الإصابة ونوع الجن العاشق، أي وقت تلبس الجسد وبقائه به. وهناك أعراض المس خفيفة وأعراض المس قوية، ولكن من حيث المجمل نستطيع أن نذكر أحبابي الكرام من بعض الأعراض الواضحة والتي في التشخيص. الابتعاد عن المساجد، نسأل الله السلامة والعافية، ودور ذكر الله، فتجد الشخص المصاب إنسان تحول من زيارة المسجد اليومية إلى كره التوجه للمسجد، وطبعا هذا الأمر ينعكس على النساء والابتعاد عن الصلاة وعن ذكر الله تعالى رويدا وبشكل متدرج، فالجن العاشق يصطاد الضحية في لحظة ضعف إيماني. الكسل والنوم وعدم التوجه إلى العمل أو الوجبات اليومية، فتجد الممسوس له علم خاص به في غرفته أو في المنزل، فهنا المس يعمل على تعطيل العمل لدى الممسوس، وقد يعمل على التسبب بطرده من الوظيفة بسبب الإهمال.
أعراض الفتاة الممسوسة عن الزواج، وهذا أمر خطير يجب الانتباه له. فعندما نجد أن الفتاة ترفض الزواج بشكل مستمر ولأتفه الأسباب، فاعلم أن شيطانا متمكن منها ويمنعها من القبول أو مقابلة العريس أو الخطيب، فتجدها دائمة التهرب بحجج واهية، كلها لأجل أن يستمتع بها هو، أي الجن الشيطاني، ويعمل على السيطرة، على سيطرة فقدان الثقة بنفسك. يتمركز المس الشيطاني بالنسبة للمرأة في الرحم أيضا، مما يؤدي إلى تعطل الحمل والإنجاب وسقوط الجنين مبكرا. وكذلك يتمركز المس في منطقة الجبهة وبين العينين وأسفل الظهر وفي البطن. يسبب المس الشيطاني هنا وقوعك في المحرمات والمعاصي، ويجعلك متولع بكل شيء له خصوصية في البعد عن طاعة الله تعالى، وتصبح مدمن على الذهاب إلى المراقص وممارسة العادة السرية وارتكاب المعاصي وحتى الصدقة، سيعمل على تأخيرها لأنه لا يريد لك رحمة الله. صداع حاد في الرأس وألم بين الكتفين وأسفل الفقرات الظهرية مع نخز مستمر وتنميل وبكاء بدون سبب، ويعمل على بث خيوط العداوة والكراهية بين الأهل والزوجة والأولاد مع ضيق الصدر في الليل عند النوم. المس الشيطاني أحبابي الكرام في المنام يظهر على شكل جنية جميلة تعمل على إغوائك لممارسة الرذيلة والزنا معها. ظهور العدوانية الواضحة في التعامل مع الآخرين سواء الزوج أو الزوجة أو الأهل والأصدقاء، وهذه تعتبر أحد أهم الأعراض المس المنتقم. أسباب المس الشيطاني: الحسد، فهو أول سبب من أسباب هجومه عليك، إبراز بعض المفاتن وعدم التقيد بالعادات الإسلامية في اللباس في المنزل وخارجه، التعري المقصود أو الغير المقصود أمام المرأة والنظر إليها مطولا، البكاء أو الغناء بصوت عالي وكثرة الاستماع للأغاني الفاضحة، أو أن تقضي في الحمام وقتا طويل على غير المعتاد، عدم ذكر البسملة حين تخلع الملابس وهو سبب أول لإغراء المس العاشق أو الجن العاشق لتلبس جسدك، ترك العبادات وتهيئة أجواء الكفر والمعصية فهي مبرر للمس لدخول البدن. فنسأل الله تعالى أن يشفي الجميع أحبابي الكرام، وأن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فمن أبواب العلاج أحبابي الكرام، والإنسان أن يرقي نفسه بنفسه إن استطاع، فإن لم يستطع فعليه فلا بأس بإذن الله أن يذهب إلى راق يرقيه بتوفيق الله تعالى، أو أن يستمع لسورة الصافات بإذن الله عز وجل يوميا، ويحافظ على الأذكار ويحافظ على قيام الليل، والله ولي التوفيق. فأي سؤال في الواتساب الظاهر على الشاشة بإذن الله عز وجل راسلونا نجيبكم بفضل الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.